السلام عليكم عشاق زي تقليدي الأصيل، مرحبا بكم عند وديع البزيوي. كنقدم لكم هاد الجلابة الشخمة والزانية الحرة في صالة عبد اللوية أو على طريقة الشيخ ديالنا حفظه الله سعيد الكمالي. يعني كاين بزاف الإخوة كيبغيو يلبسوا هاد الطريقة ديالو، اللهم بارك. هذه الجلابة للأخ محمد من مدينة الرباط، ان شاء الله غادي نتلاقاو معاه ونوصلوا ليه الجلابه بيد الله ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا جلابه رائعه، اختارها مفتوحه اللهم بارك، يعني على طريقه الشيخ بلا زواق، ما بغاش بالزواق، بغاها سامبل، يعني مرمه كوزه صفيفه عريضه كيف طلبها في الكم، مفتوحه خماسيه حتى لقاع الشبيكات المنخرط اللهم بارك. يعني الصنايعي كيحاول دائما الابداع كيف ما كتشوفوا. هاد الفصالة هادي راه كتحتاج توب، كتحتاج توب يكون وافي، يعني إلا كانت الخرقة ناقصة في العبار ما كتخرجش هاد الفصالة. كيفما كتشوفو القب كيما طلبو كبير اللهم بارك، يعني القب كبير، صفيفة من برا القب كيفما كتجي. شكرا لكم على المشاهدة، وكنتمنى ديرو لي لايك للفيديو وبارطاجيو، ومرحبا بكم. احنا في المكان الجديد غادي نبارطاجيو معكم. شكرا.